أجندة سنتي. في كواد نيف سنتي قدموا لكم آخر الدراسات الطبية والعلمية في تونس وخارج تونس، واليوم مش نحكي لكم حول أدوية جديدة يمكن أن تكافح الاكتئاب المستعصي على العلاج. عقار مخدر ومركب ستيرويدي وعقار هلوسة هي أحدث العلاجات المرشحة لمكافحة هذا الاضطراب النفسي المريب. يصيب الاكتئاب أكثر من 264 مليون شخص في جميع الأعمار حول العالم، وتصنف منظمة الصحة العالمية الاكتئاب باعتبار واحد من أكثر الأمراض منهكة للمجتمع، وهو ما يتجلى في عدد حقائق أهمها أن الاكتئاب هو المسبب الرئيسي للإعاقة على مستوى العالم. من حيث قابلية العلاج، فإن ثلث المصابين بالاكتئاب تقريبا لا يستجيبون لاثنين أو أكثر من مضادات الاكتئاب، وتعتبر حالتهم مستعصية على العلاج. والاكتئاب المستعصي على العلاج هو داء مزمن يضع على كاهل المريض وأحبائه والمجتمع من حوله. وعلى الرغم من توافر عديد من مضادات الاكتئاب، فإنه جميعها يعمل بآلية واحدة تعتمد على تغيير مستويات الجزئيات المسؤولة عن تبادل الإشارات إلى المخ، والمعروفة باسم النواقل العصبية أحادية الأمين. وكانت عملية تطوير العقاقير الجديدة المضادة للاكتئاب قد تباطأت وتيرتها لسنوات عدة، وتزامن ذلك مع انسحاب الكثير من شركات الأدوية انسحابا كاملا من دعم بحوث العلوم العصبية، بيد أن التقدم العلمي في الفترة الأخيرة كان له الفضل في استحداث مضادات الاكتئاب. في عام 2019 أجهزة إدارة الغذاء والدواء الأمريكانية استخدام عقار اللي يؤخذ عبر الوريد كأول دواء من نوعه لعلاج الاكتئاب ما بعد الولادة عند السيدات. ويحتوي هذا العقار على مركب ستيرويدي ذو نشاط عصبي ويشبه هرمون البروستروجين اللي في بنيته، ويعمل من خلال مستقبلات، ويعتقد أنه يخفف من أعراض الاكتئاب والقلق عند طريق زيادة معدل بث الإشارات المبنية على مستقبلات عبر المخ. وتجري حاليا تجربة على نطاق أوسع لاستخدام نسخة معدة للتعاطي عن طريق الفم من هذا العقار، وذلك لمعرفة تأثيرها على الاكتئاب المستعصي في العلاج. كانت هذه كواد نيف سنتي بالنسبة لليوم.